ومن البرامج بننتقل للمسلسلات، ومع مسلسل والدمة اللي سبق وخبرناكم أن انطلق تصويره في الكويت مع مجموعة من النجوم من بينهم حبيب غلوم، سوسن بدر، ومحمود بشهري اللي بيأدي دور البطولة. وهالعمل بيجمع مجددا الكاتب فهد العليوة مع المخرج حسين دشتي، ونحن التقيناهم في الكواليس، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. والدمة لفظ يستخدم العادة للتقليل من الأشخاص. في هالمسلسل أنا حاب أن هذا المصطلح يتغير، نبدي نشوف أنه الأم هي اللي تربي أصلا، هي المجتمع كله مش نص المجتمع، خاصة الأم اللي تربي الأبناء بروحها من غير الأب، من غير وجود الأب بسبب وفاته أو بسبب الانفصال. فهو تقريبا العمل هو رسالة شكر مبطنة من خلال خطوط العمل، رسالة شكر للأمهات في العالم العربي بشكل عام اللي ربوا أجيال يعتمد عليها 100%. وقصة العمل تحمل الكثير من الدراما ما بين أم وابنها، ورثة وماضي صعب ومعقد، الأمر اللي بيخلق مشاكل وتحديات كثيرة بحياتهم. ولد أمه من أنا بالنسبة لي من أهم النصوص اللي أنا مسكتها في إيدي كمخرج، كتابة أخوي فهد العليوة العظيم، أنا سميه من أهم الكتاب اللي أنا أقرأ لهم صراحة. يعني كتبه بطريقة جميلة، وصل فكرة جديدة غايبة عن المجتمع الخليجي، كون أن أم مصرية جت تزوجت من شخص كويتي وقدرت تربي ولدها بكثير مشاكل في المجتمع. ما بدي أحرق القصة، هذا خلينا نقول شيء بسيط أقدر أقول لكم إياه، وأتوقع المشاهد راح يكون جدا 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 متمسك بهذا العمل لأنه شاهد للآخر. وكيف لا، وسوسن بدر بتأدي دور البطولة بأولى تجاربها الدرامية في الكويت. عمل من وجهة نظري أنا جماله وأهميته في أنه بيحاكي جدا 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 الواقع النهاردة في مجتمعاتنا العربية من خلال دراما اجتماعية بسيطة، إنما واقع الأمر أن بقية الطرح اللي في المسلسل وطرح في غاية الأهمية بالنسبة لمجتمعاتنا النهاردة، ومقدم لها كمان شكل من أشكال العلاج إزاي نعالج مشكلتنا. أنا سعيدة جدا جدا بمشاركتي، وأرجو إن أنا أنول إعجاب الناس إن شاء الله. وبهالعمل سوسن بتلعب دور والدة محمود بوشهري اللي وعدنا بأسرار كثيرة بتنكشف، ومفاجآت عديدة بتجعل من هالعمل مادة مشوقة. شوف أنا وايد سعيد إن أشتغل مع جماعة انتقام مشروع المخرج حسين دشتي، المؤلف أنا سعيد رجعتي مع المؤلف فهد علاوة صديقي، وسعيد جدا مع النفرتيتي السينما المصرية سوسن بدر. متعة متعة متعة، يعني أنا حظي حلو أن 3 سنين وقفت فرجعت في أشياء مميزة وحلوة. وهالعمل الجديد بتشارك فيه أحلام حسن بدور صديقة سوسن بدر. مسلط الضوء الأستاذ فهد على معنى الصداقة ومدى مصداقية الصداقة بين سوسن وبين أحلام في هذا العمل. والصداقة ما اختلفت كثير بالكواليس، فأحلام استمتعت جدا بوقوفها إلى جانب سوسن بدر. متعة أتمنى تكرارها من أجمل من تعاملت معه سواء خلف الكاميرا أو أمام الكاميرا، يشرفني ويزيدني شرف أن يكون في مسيرتي أن أقف مع نفرتيتي الشاشة المصرية الأستاذة سوسن بدر. وهالكاست الجميل جزء أساسي في حبيب غلوم اللي شاركنا بتفاصيل دوره. هو دور مختلف من الأدوار اللي أنا أحبها، يعني فيها سسبنس عالي، ويعني أتمنى إن شاء الله أنه يعني ينال شيء من المشاهدة، لأني فعلا الدور متعب شوي وربنا يسهل. والدور اتطلب من حبيب اعتماد لهجة بيضة. احنا عارفين اليوم انت يعني انا الحين كأب في هذه العائلة المفروض اني اتكلم نفس اللهجة اللي يتكلمون فيها عيالي، فما يصير كل واحد يتكلم لهجته، لان فعلا في اختلاف لهجات، علشان كذي احنا متفقين على هذه اللهجة البيضة.